معاكم إيهاب يوسف أبو العلا، مدير مشروع تعليم المرأة للحياة الأساسية. إحنا هنا بدأنا المشروع من مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سينا. مادة المشروع عدد 5 ماكينات خياطة أو مشغل كامل بترابيزة التفصيل بالمستلزمات التشغيل كلها. وبدأنا أول دورة بدأت يوم 19/9/2021 مدة 3 شهور، تنتهي يوم 19/12/2021. الدورة بدأت ب 14 متدربة بمدة، هي عبارة عن 3 أيام في الأسبوع، يومين حياكة والتفصيل، واليوم الثالث اقتصاد منزلي. طبعا احنا بدأنا معهم السيدة سهير اللي هي المدربة بتاعة التفصيل، بدأت معهم من أساسيات الحياكة من الأول، يعني زي ما نقول كده ألف الحياكة والتفصيل. وبدأنا والحمد لله يعني ابتدى دلوقتي ان يبقى في انتاج من ايديهم هم، اللي هم بعد التدريب قدروا يفصلوا الحاجات ليهم شخصيا هنا. طبعا اتدربوا على الحياكه والتفصيل، ودلوقتي بنهايه الدوره اي متدربه هترغب انها تعمل مشروع في بيتها يعني خاص بيها، المشروع على استعداد ان هو يوفر لها كل مستلزمات التشغيل من على حسب اللي هي المشروع اللي عايزه تقيمه. يعني لو عايز تقيم مشروع تفصيل هنجيب لها المكنه ومستلزمات تشغيل بالكامل. وطبعا ده هيبقى عباره عن كارد بسيط تقدر هي بعد كده تسدده على اقساط شهريه برضو، يعني هبقى المبلغ مش هبقى كبير ان هي تقدر تقيم مشروع، وبعد كده هتبقى المكنه خاصه بيها في نهايه المده. انا سيد سهير هنيدي فضل حضرتك، انا هنا مدرب خياطه. انا هنا باذن الله البنات اللي هون ان شاء الله يعني في من اللي هم عندهم برضه توعيه للخياطه وبتاع ساعدوني، فاحنا اشتغلنا على باترونات ورق وقصينا وعملنا باترونات، وبعدين عملنا ما شاء الله اللي عملت ليها بلوزه، اللي عملت لها كارتن، اللي عملت لها جاكيت، اللي عملت لها فستان حضانه، اللي عملت لها حاجات يعني حاجات شرفتني اني طبعا اللي هم عملوا الحاجات ديت، وانا طبعا معاهم شغاله. فالحمد لله من فضل الله يعني عندهم توعيه حلوه خالص، والبنات عندهم استعداد يشتغلوا ويخيطوا ويعملوا في مشاريع في بيت. هم بيتدربوا على المكان ما شاء الله، هم كانوا خايفين من شكل المكان اصلا، فالحمد لله من فضل الله بدوا يعني يشتغلوا على المكان ويشغلوه ويعني ما يخافوش من الصوت بتاعه ومن السرعه بتاعته، فالحمد لله بقوا كويسين جدا عليهم. حتى اشتغلوا على الاوفر واشتغلوا البنات كده. وممكن تعمل مشروع مثلا اطقم سراير، ممكن عايزه تعمل مثلا ملابس في بيتها، ممكن تخيط ليها لاسرتها للناس بره، يعني الحمد لله متوقع انهم هيعملوا كده باذن الله. شريهان حسام محمد علي سلام حجاب، في كليه تجاره في الفرقه الثانيه في جامعة العريش. أنا عرفت بالمشروع، كانت هوايتي من الأول إن أنا أحب الخياطة والتفصيل. أنا من صغري وأنا بحب الحاجات دي وبحب أفصل وبحب أخيط، وأول ما شفت البوست على الفيسبوك إعلان عن الدورة إنه هنا فيه، وحبيت إنها تبقى أول دورة عشان أبقى متميزة إن أنا طالعة من جمعية مؤسسة المرأة، إنه أول واحدة وأطلع الحمد لله بنتيجة. وأنا جيت وجربت، المدة كانت 3 شهور، واستفدت من 3 شهور دول جدا. 3 شهور دول غيروا فكرتي عن التفصيل خالص. انا مكنتش بعرف اقعد على مكان، كانت عندي هواية بس انا مكنتش بعرف اقعد على مكان ولا اعرف اخيط، بس كنت بحب الحاجات دي وخلاص. فنميت مهاراتي وثقفت جدا في الموضوع ده، وجيت هنا وتعلمت الحمد لله. 3 شهور دول مدتهم تعلمت فيهم من الأساسيات من البداية، والحمد لله وصلت للنهاية وبقيت بعرف أخيط، وبسطت جدا من الدورة دي. وإن شاء الله لو في تكملة أنا أكمل كحب للدورة دي، وأي دعم طبعا محتاج إن أنا أدعمه أكيد هدعمه، إن أنا بحب الحاجات دي وهعرف أخيط وهبدأ برا إن شاء الله، وأولا لنفسي. وانا عملت حاجات هنا، حاجه عملت فستان كان شغل كتير فيه وعملته الحمد لله، والفضل كله الاب سهير ولزينب طبعا، وانا كلهم ساعدوني فيه وكلهم ادوا رايهم فيه، بس الحمد لله واشتغلت وكلنا اشتغلنا فيه والحمد لله طلع احسن فستان. وتاني حاجه انا عملت بلازر وعملت بلوزه، وهو خيطت فستان صغير هنا عرضته في الجمعيه،
وكمان بخيط بنطلون وبلوز هنا وقاعده على الاوفر وبشطب في الشغل بتاعي. انا ايمن اسماعيل حجاب، حبيت ادرس واني انمي الهوايه دي بره بعيدا عن الكليه خالص، وان يبقى قسمي ده كتخصص ومجال تاني بدرسه، بس الهوايه دي انميها في مكان بره. اتبت جدا طبعا الناس معانا على طول خطوه بخطوه وفي كل حاجه، ومدتنا من الاول لغايه لما من الباترون لحد ما قدرت اخيط وانها اقعد على المكنه، وكل حاجه بعملها كانت بتبقى معايا وجنبي وبتساعدني جدا فيها. انا مريم صابر العمد سالم، وتعلمت اوصل البنطلون واوصل البلوزه والفستان والكم وكل حاجه الحمد لله. كانت يعني فرصة حلوة، وأنا يعني حبيت المشروع، حبيت الخياطة وحبيت كل حاجة. أنا عبد الرحيم نائب مؤسسة القائمة على تنفيذ مشروع تدريب المرأة على مهارات الحياة الأساسية. الحقيقة احنا حبينا ان يبقى عندنا إضافة قوية جدا في مرحلة تنفيذ المشروع ده. المشروع رقم واحد بالنسبة لينا اللي بتموله وزارة التضامن الاجتماعي. احنا بنصر ان احنا يبقى عندنا إضافة قوية للمجتمع، كل مجتمع ليه خصوصيته ومحليته. احنا لما بنشتغل على التيم او التراث الانساني في الشغل اليدوي لسيدات شمال سيناء. مرحله التدريب ما بنتوقفش عندها، احنا بنشتغل مع التدريب توعيه، ومع التوعيه كمان بنعمل اقتصاد منزلي. توقفنا عند ده لا، احنا بنفكر كمان ندخل في مرحله الانتاج. معروف ان كبريات الدول زي الصين بتعتمد على مشروعات صناعية صغيرة أو متناهية الصغر. إحنا هنشتغل بده بعد ما هنقيم السيدات اللي عندنا 14 أو 15 سيدة في المشروع. لما يتم التنفيذ وإحنا خلاص قربنا نهاية التدريب الأولاني، بنختار أربعة أو خمس منهم، بنختار كمان من الأربعة خمسة اثنين أو ثلاثة، بنديهم مشروع صغير مكنة خياطة بنتابعهم وبنشتغل على التسويق. احنا بنفكر في حاجات تانية مختلفة خالص. احنا بنفكر كمان في موضوع الاقتصاد المنزلي، ان احنا نعمل زي المخللات والمعجنات والمربات واشياء اخرى. في مجال بقى التدريب الحياكة والتفصيل، احنا بنفكر بنجيب افكار جديدة وندخل بيها للمجتمع. بندخل بسعر تنافسي، معروف ان التضامن الاجتماعي او الجمعيات الاهليه بتشتغل بسعر تنافسي. ما عندناش، احنا عندنا هامش ربح بس، ما عندناش ربح كامل. ففي الهامش ده بنقدر نعمل سعر تنافسي، زائد ان احنا كمان المراه اللي اتدربت بنرعاها حتى لو في بيتها، ممكن تعمل انتاجها في بيتها وتجيبه عندنا في المؤسسه واحنا نسوقه لها. احنا بس بنناشد رجال الاعمال، بنناشد وزاره التضامن الاجتماعي، كل الساده المسؤولين انهم يعظموا الاستفاده من الامكانيات او الموارد المتاحه. بمعنى احنا ممكن رجال الاعمال يساندونا في ان احنا يجيبوا لنا مثلا مشغولات نشتغل على اساسها، الحاجات اللي هي المواد الاوليه، القماش، نشتري بعض الحاجات. والمشروعات دي كلها بتزود دخل المراه في شمال سيناء، بدل ما يبقى عندنا مشروع اعاده المراه وتاخد حاجات، يعني انا بعتبر نوع من يعني نوع من التسول، لا، هي في النهايه تبقى رقم ايجابي في المجتمع، ومن خلال مشروعها هتقدر تحقق عائد اضافي لاسرتها وتعيش حياه كريمه.